صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو، موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة والسلامة ديالكم في برنامج صحة وسلامة. اليوم موضوعنا غادي يكون على خل التفاح، غادي نعرفوا مختلف الاستعمالات ديالو، غادي نتعرفوا كذلك اليوم مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، واش فعلا خل التفاح كيلعب بعض الأدوار اللي كنسمعوا عليها بزاف بحال مثلا بالنسبة للناس اللي كيستعملوه من أجل تخسيس الوزن، واش كيساعدهم على هذه المسألة ولا لا، واش عنده دور كذلك في بعض وصفات جميلية اللي كتستعمل على مستوى البشرة والشعر. هذه كلها نقاط إن شاء الله غادي نناقشوها اليوم مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. صباح الخير وأهلا بك دكتور الرمضاني. صباح الخير، خير تحية لك وتحية للطاقم وتحية لجميع المستمعات والمستمعين. أهلا وسهلا بك معنا، وهي فرصة باش نقول لكل أوفياء كل مستمعي الكرام مرحبا بكل أسئلتكم اللي هي متعلقة بموضوعنا اليوم. كالعادة أرقام التواصل معنا هي 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09. ما تنساوش كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 في أول SMS أو الرسالة اللي غادي نتبعتوا بها. كنذكركم دائما كتبوا كلمة صحة SAHA كتخليوا فراغ صغير وكتبعتوا بسؤال ديالكم للرقم 5080، ثم SMS هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. وإن شاء الله كل أسئلتكم تلقاو لها إجابات في الحلقة ديال اليوم رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. غادي نبقاو لحظة معه الاختيارات الغنائية من بعد. من جديد مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة. كيف ما شرنا في البداية موضوعنا فيها اليوم على خل التفاح، غادي نتعرفوا على المكونات ديالو، على مختلف الاستعمالات اللي هي شائعة بزاف ما بين الناس، واش هو فعلا عنده دور بالنسبة للناس اللي كتكون عندهم رغبة في تخسيس ولا انهم ينقصوا من الوزن ديالهم. غادي نتعرفوا كذلك على الوصفات والخلطات اللي كيدخل خل التفاح ضمن التركيبة ديالها، واش هذه المسألة صحية ولا لا. هذه الأمور كلها غادي نناقشوها اليوم مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. أما أرقام التواصل معنا ومرحبا بكل أسئلتكم 05 22 42 72 50 51 أو 05 22 43 00 09. في البداية دكتور عبد الخالق رمضاني، احنا دائما المكونات ديال كل ما هو طبيعي ما كنتعرفوا عليه إلا معك، الخل التفاح شنو المكونات اللي فيه؟ هو الخل ديال التفاح أولاك نبغي نضرب واحد يعني واحد العدد كبير ديال المكونات اللي احنا نقدروا نستخلصوها من الأعشاب الطبية ولا من جميع المواد اللي هي طبيعية، من خضر من فواكه من أعشاب، فهي دائما كاين واحد الطرق للاستخلاص منها. منها كنا ذكرنا الطريقة ديال الترقات اللي هي طريقة بسيطة باش كنستخلصوا بعض المكونات، وهنا هاد الترقات يعني كنقدروا نسميوها نقدروا نمشيو بها بواحد العدد كبير ديال الطرق ديال الاستخلاص. منها مثلا طريقه ديال استخراج ديال الخل. فالخل هو فعلا كنستخلصوا واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كنستخلصوها مثلا من التفاح اللي هو الموضوع ديالنا اليوم، بلا ربما وقيلا غتجي شي حلقه اخرى نطرقوا على الطريقه ديال استخلاص ديال المكونات من الخضر من الفواكه اخرى، لان نقدروا نصوبوا حتى هذا الخل ديال التفاح ولا الخل نقدروا نصوبوا حتى من واحد العدد كبير ديال من المكونات اخرى، وكذلك نقدروا الطرق اللي كنقدروا نستخلصوا بها واحد العدد كبير ديال المكونات حتى من الاعشاب الطبيه اخرى وكذلك. الخل ديال التفاح ملي كنهضرنا على الاستخلاص فهو بطبيعة الحال انه كنلقاو واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كنقدروا نلقاوها فيه. هاد المكونات بطبيعة الحال كنلقاو فيها واحد العدد كبير ديال الفيتامينات، كنلقاو فيه واحد العدد كبير ديال الاملاح، وهذه هي اللي كيكونوا فيه واحد الكميه اللي هي كبيره. وملي كنهضروا على هاد الاملاح فكنلقاو منهم حتى لي زوليغو اليمون، يعني ربما الايجابيه ديال الخل اكثريه ديال الخل ديال التفاح اكثريه كنمشي في هذا الاتجاه هذا، واستعملت المصطلح ديال ربما لانه كاين واحد باقي ما كايناش شي حتى فاش كنبحثوا مثلا في الدراسات اللي هي مشات في هذا الاتجاه وداكشي ما كنلقاوش شي نتيجه اللي هي علميا مقبوله باش كتخلينا كنقولوا انه غادي ينفعنا الهادي ولا غادي ينفعنا الهادي. اللهم بالنسبه للكيكوزوليغوثيرابيوت يعني الناس اللي كيداويو بالوليغوثيرابي هي بعض العلاجات اللي كنمشيو مثلا بلارجون ولا يعني كاين ولا لي سيل دور ولا اللي هما واحد المكونات اللي هما معدنيه اللي كتحتاج الذات ديالنا واللي كتنفعنا في واحد
كبير ديال الحويجات مثلا لارجون مثلا اللي كاين في حنا مثلا في بعض المشاكل ديال التعفنات, المشاكل ديال الحساسيه, الليثيوم اللي كاين في حنا في واحد العدد كبير ديال المشاكل اللي كتكون عندها علاقه خاصه مع الحالات النفسيه. يعني هاد لي زوليغو اليمون واحد العدد كبير كاين منهم السوفر, كاين الكالسيوم, يعني كاين البوتاسيوم, كاين الفوسفور, وهادو كاملين كنلقاوهم مستخلصين في هذاك الخل, وبالتالي فهو ربما المنفعه ديالو اكثر كتكون في هذا الاتجاه هذا وهي اللي كتعطينا هذيك بعض المنافع. نعم اللي حنا ربما قيل غادي نطرقوا عليها اليوم. نعم شنو اللي كيخلي الرائحه ديال الخل التفاح قويه ولا مجهده بزاف؟ يعني كاين ناس انا شخصيا ما نقدرش نتحمل هذوك تاع الخل القرمضاني, يعني بالفعل الرائحه ديالو قويه يعني مجهده. ربما لحليتي شي قرعه ديال الخل التفاح في الدار فكتبقى واحد الساعات والرائحه منتشره عندك في الدار كلها. بطبيعة الحال لأنه هو كتكون فيه كذلك واحد الروائح, يعني كاين فيه واحد المكونات اللي هي كتعطي هذيك الرائحة, وهذيك المكونات اللي كتكون كنلقاوها وكتكون تاهي نسبيا طيارة, يعني كنلقاوها إلى خلي المحلول فغنلقاو بطبيعة الحال الرائحة ديالها منتشرة في المنطقة في البلاصة اللي فين خلينا. كذلك فهو كتكون فيه واحد النسبة ديال الحموضة تاهي ما نساوهاش, وهذيك النسبة ديال الحموضة ولو أنها حموضة عشوية ولكن كتكون فيه هذيك النسبة ديال الحموضة اللي تاهي فعلا تاهي عندها نقدروا نستثمروها. وهذا الشيء علاش يعني في القدم يعني ملي كان الناس اللي كانوا كيستعملوا الخل ديال التفاح ولا كان دائما كيتصوب مثلا في الدار, فالطريقه اللي كانوا ليش كيستعملوا بالاخص باش كينظفوا به, يعني كيشلوا به التغذيه وكذلك باش كيديزانفكتوها باش كينقصوا منها بعد ديك الجرثومات اللي تقدر تعلق بها, وكذلك باش يتمكنوا من المحافظه عليها بواحد الشكل اللي هو كثير. اللي نبغي نشير ليه هو دابا كنلقاو في واحد العدد كبير ديال التجارب اللي هي شخصيه, كنلقاو مثلا واحد العدد كبير ديال الناس كنصحوهم مثلا كنقولوا لهم خذوا خل التفاح بغيتي تضعف, خذ خل التفاح غادي ينفعك للمشاكل ديال الكبد, خذ الخل ديال التفاح المشاكل ديال الكوليسترول, خذ الخل ديال التفاح المشاكل ديال الشعر, المشاكل ديال المفاصل, يعني وهذه كامله مسائل للاسف نبغي نقولها دابا عبر هذا المنبر ديالنا هو انها راه علميا ما كايناش شي دراسه اللي هي علميه مقبوله كتمشي في هذا الاتجاه وفي هذا, يعني تبتاز يعني هذا الشيء علميا ما كايناش, يعني ما تبتش العكس ولكن ما تبتش الفعاليه ديال ديالهم يعني عمليا. وخير دليل على ذلك هو ان مثلا كبعض المرات كنلقاو شي واحدين كنصعوا به بعض الناس اللي كيعانيوا من الحموضه في المعده. وكاين بعض الناس اللي هذه ربما باسكو كنهضروا على تجارب شخصيه, هذه التجارب الشخصيه ديالي نيت, بعض الناس اللي انفو كيستعملوا الفينيغ فكيتسبب لهم بالعكس ديك الحموضه اللي عندهم في المعده, ديك البيغوزيس ديك الحموضه اللي كتطلع لهم, فبالعكس عاد فاش كتفاقم عاد فاش كتكاثر, يعني ما نقدروش. وحتى بعض الناس اللي مشاو مثلا بالخل ديال التفاح بوحدو في هذاك الاتجاه ديال انهم يكون نقص ديال الوزن بوحدو, فبطبيعه الحال ما عطاهم حتى شي نتيجة. ربما لكن واحد داخل في واحد ليجيان دو في ديال بصح, ولكن هنا ما احنا زعما بالتجارب الشخصيه ما كنقدروش نجزموا باش نقولوا راه الخل ديال التفاح هو اللي ينفع او لا, هي الحميه وليجيان دو في يعني النمط ديال العيش هو اللي عطانا هذيك النتيجه اللي احنا وصلنا لها. واخا وغير اليوم باش نقول المستمعي الكرام راه دكتور عبد الخالق القرمضاني وعدنا باش غيعطينا الطريقه الصحيحه باش نحضروا خل التفاح في الدار, لانه كان طرح علينا يعني في الحلقات السابقه بزاف ديال الناس طرحوا السؤال ديال كيفاش ممكن نستخلصوا خل التفاح في الدار. نتواصلوا مع اول مستمعه معنا الخط اللي هي سهام من اكادير. اهلا بك سهام, صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير اختي لاباس عليك؟ الحمد لله سهام. دكتور لاباس؟ مرحبا لاله سهام. الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج. مرحبا. اختي عندي واحد السؤال. خل التفاح كنخلطوا مع زيت العود. أيه. وكندهن به الدراع ديالي, قال لي راه كينقص من الوزن ديالهم. وملي كنديرو كنبرك ميم با 10 ديال الدقائق كتخرج مني واحد الحموريه بزاف وسخونه. وغير شويه وكتفوت عاوتاني بحال ما خرج حتى شي حاجه. بغيت غير نعرف واش دالي حساسيه ما وافقنيش ولا هو كيدير هكاك ولا. واخا سهام شحال ديال المده باش كتستعملي هذه الخلطه ديال خل التفاح مع زيت العود؟ تقريبا سيمانه دابا. واخا درتو غير جوج مرات, جوج مرات في السيمانه. جوج ديال المرات في الاسبوع. شحال في العمر ديالك سهام؟ 23 عام. وانت في الاصل عندك شي مشكل ديال الحساسيه؟ نورمالمون عندي ديال النيف. ديال الغبره. واخا نجاوبك ان شاء الله يا سهام, شكرا لك. كنتي معنا من مدينه اكادير, غادي نبقاو في اكادير دائما ونتواصلوا مع ام ايوب هذه المره. صباح الخير ام ايوب.
صباح الخير، كدير أخت عفاف؟ الحمد لله، مرحبا بك أم أيوب. شكرا. كدير دكتور بخير؟ الحمد لله. كدير أم أيوب؟ كيف داير أيوب؟ أيور 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 أم القمر بالأمازيغية. أهلا وسهلا، وعاشت الأسامي يا أم أيور. يعني قمر بالأمازيغية، وإن شاء الله يكون قمر يضوي حياتك يا رب إن شاء الله. شكرا شكرا، بارك الله فيك. راه عندي سؤال بالنسبة للتفاح. أنا كنستعمل مع الماء دافي لمدة 3 سنوات، كل صباح كناخذ كاسي جوج معالق تاع التفاح وكنشربو. أييه. غير هاد الخ بعملية قيصرية الجرح ما بغاش يبرى ليا. وقال لي الدكتور ربما، قلت له هذيك كنستعمل قل خل التفاح، قال لي ربما هو ما خلاش ذاك الجرح باش يلتئم لي. واش هذا عنده علاقة ولا ما عرفت؟ واخا نجاوبوك أم أيور إن شاء الله في الحلقة الجاية. كضعف مع المدافي. شكرا سحيليه. واخا شكرا لك ام ايور، تواصلتي معنا من مدينه اكادير. كان السؤال الاول ديال سهام من اكادير، دكتور عبد الخالق الرمضاني سولات على الخلطه اللي كتعمل خل تفاح مع زيت العود، كتخلطهم وكتستعملهم زوج ديال المرات في الاسبوع بغرض انها تضعف شويه يعني الدرعين ديالها. فهي دابا سولات على ان لما كتستعمل هذه الخلطه كتحس بواحد الحموريه في الجلد ديالها وسخونيه يعني حراره. فهي سولات واش ممكن يكون عندها يعني رد فعل كتقوم بها البشره ديالها لما كتستعمل خل تفاح، حساسيه منه؟ حيت هو اللي معروف عليه لانه كاين الامكانيه ديال انه يدير لنا المساله اللي كنسموها انيغيتاسيون كوتاني، يعني يقدر يسبب لنا في واحد الالتهاب موضعي في البلاصه فين كنستعملوه خاصه على البشره، لانه احنا هضرنا على ان من بين الخاصيه ديالو على انه واحد عنده واحد النسبه ديال الحموضه اللي هي اسيد، وبالتالي فهو معروف عليه لانه ايغيتو على البشره. وبطبيعه الحال يعني بعض الناس اللي هما كيجربوه فالاستعمال ديالو موضعي مثلا خاصه في مشاكل ديال المفاصل وداك الشيء يعني الغابورت. انا دائما يعني بواحد الحذر كبير كنقول هاد المعلومات. علاش؟ لانه ما كايناش شي معايير علميه اللي نقدر ان نستند عليها باش نجزموا في الفعاليه ديالو في هذا الاتجاه. يعني هاد الناس غابورت بلا راه كيكون واحد التحسن ديال الحاله ديالهم، ولكن في واحد العدد كبير منهم كذلك فراه كاينه هاد الحاله، وهذه مساله كذلك اللي مذكوره في واحد العدد كبير ديال لي بوبليكاسيون اللي كيهضروا على هذا الموضوع. هذا يعني من بين الاضرار الجانبيه ديالو هو انه كيقدر يسبب لنا التهاب. فيما يخص ام ايور فالمشكل ديال يعني انا كنت كنتمنى ان ام ايور تقول لنا اشنو هو اعطاها من نتيجه يعني في هذا الامكان في هذه المده هذه. وهنا نبغي نشير على انه وهذه مساله اللي هي فعلا كاينه ديال الخل ديال التفاح، هو انه سيتان ستيمولون ايباتيك، بمعنى هو انه كيخلي الكبد تفرز ديك خاصه بالنسبه للسفاره يعني كنتخلصوا بواحد شويه يعني كتخلي الكبد على انها تلوح واحد الكميه ديال الكوليسترول، وبالتالي هنايا من بعد بيان سور بطبيعه الحال فراه خاصنا نعرفوا على ان خاصنا ديك الكوليسترول ندير واحد شويه ديال المجهود باش ما تعاودش يرجع للامتصاص ديالها. اذا هنا حتى التغذيه ديالنا خاصها تكون فيها واحد الكميه اللي هي كثيره ديال الالياف، وما نساوش على انه الكبد بطبيعه الحال فراه من بعد خاصنا نريحوها، يعني ما خاصهاش تكون عندها واحد العمل اللي هو كثير. وبالتالي فراه حتى الاستعمال ديال الخل ديال التفاح راه هو من بين الحوايج اللي مع الوقت الا كان الاستعمال ديالهم كثير بواحد الشكل اللي هو مفرط فراه من بين الحوايج اللي كيديرهم كذلك، على انه كيتعب شويه الكبد ديالنا. نعم. قبل ما نمشيو للفاصل نتوقفوا معاه دكتور عبد الخالق الرمضاني بعجاله، شكون هما الناس اللي ممنوع عليهم استعمال خل التفاح؟ اول حاجه غادي يمشي للناس اللي عندهم بعدا كاين قصور ديال الكلوي، خاصه على انهم اللي كنعرفوا على انه هو بعدا كاين من بين الحوايج اللي كيعندو كيعطينا واحد واحد كيعطينا واحد الكميه كثيره ديال البوتاسيوم في. وكذلك بالنسبه للناس اللي عندهم واحد القصور كبدي حاد، قصور ديال الكبد لا حاد لا داير القصور ديال الكبد الحاد، فراه هنا كنعرفوا على ان واحد العدد كبير ديال الحوايج اللي هما ممنوعين منهم من بينهم كاع في بعض الاحيان حتى المنسمات حتى هما خاصنا نقصوا منهم. اما المزمن فبطبيعه الحال هنايا هاد الناس هادو كنصحوهم على انهم ما يستعملوش هاد الخل ديال التفاح ولا اي منتوج اللي هو فيه من القبيل هذا. وقبل ما نمشيو باش نفرقوا فدابا اللي راه حنا كنلقاو واحد العدد كبير ديال الناس اللي كيسوقوا الخل ديال التفاح وكيسوقوه كاين منه اللي كيكون هو اصطناعي،
يعني اندستريزي باستوريزي، يعني خاض دايز واحد المراحل اللي هي صناعيه، وكاين واحد العدد قليل هما اللي كيسوقوا الخل ديال التفاح اللي مصوب بطريقه طبيعيه. حنا بطبيعه الحال اليوم ان شاء الله الطريقه اللي غادي نحاولوا نقترحوا على السيدات والساده هي واحد الطريقه اللي غادي تكون بطبيعه الحال بسيطه اكسيسيبل وتحتها وسريعه حتى باش توجد المنتوج اللي هما كيقلبوا عليه. والحمد لله غادي نستغلوا حتى هذه الفتره، يعني الجو دابا في هذا الصهد وداكشي راه دغيا غادي تنتج لنا ان شاء الله. واخا راجعين لك دائما دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، دائما في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه على الاذاعه القريب منكم ميد غاديو. فاصل اعلاني وراجع. خل التفاح هو مكون طبيعي المعروف عليه ان الرائحه ديالو كتكون قويه ولمجهده، وهذا الامر ناتج لنسبه تركيز الحموضه اللي فيه. هو كيدخل في الكثير من الخلطات والوصفات، منها ما هو خاص تخسيس او لنقصان الوزن، ومنها ما هو تجميلي على مستوى الشعر والبشره. الفعاليه ديالو في القيام بهذه الادوار ما تبتاتش علميا، فقد لحد الان مرتبطه بالتجربه. اما عن موانع الاستعمال فكاين الناس اللي ممنوع عليهم نهائيا يفكروا انهم يستعملوا خل تفاح، هما الناس اللي كيعانيوا من قصور الكلوي، قصور الكبد كذلك، يعني لما كتكون الكبد ما كتقومش بالوظيفه ديالها، والناس اللي عندهم بعض الانواع ديال الحساسيه، خصوصا اللي كانوا مازال ما عارفينش شنو نوع ديال الحساسيه اللي عندهم. ولان الوقايه دائما هي خير من العلاج، فاليوم شار الدكتور عبد الخالق الرمضاني على ان الاستعمال المفرط لخل التفاح ممكن يعطينا الكثير من الاضرار والاثار الجانبيه. لذلك استعمالنا او تعاملنا مع خل التفاح لازم يكون بطريقه صحيه وصحيحه، والاهم تكون معقلنا. كانت هذه فقط نصيحه اليوم. نتمنى مرحبا بكل اسئلتكم اوفياء انا في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه بحضور الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. وارقامنا دائما هي 0522 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 09. كنذكركم كذلك بامكانكم تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 في اول اس ام اس او الرساله اللي غادي نبعثوا بها. ما تنساوش تكتبوا كلمه صحه اس ا اش ا، كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا السؤال ديالكم للرقم 5080 وان شاء الله نجاوبوا عليه اليوم رفقه الدكتور عبد الخالق الرمضاني. هذه المره غادي نتواصلوا مع عزيزه معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير عزيزه. صباح الخير، كيف لاباس عليكم؟ الحمد لله عزيزه، اول مره غنشارك في برنامج بعدا وان شاء الله ما تكونش اخر مره. احنا محظوظين. اهلا وسهلا. اهلا دكتور رمضاني. اهلا عزيزه كديره. بارك الله فيك دكتور، الله يخليك. غير بغيت نسولك دكتور رمضاني، انا مهم درت الريجيم ولكن الكرش فقط تبين عندي لواحد الدرجه خايبه، واش خل التفاح مزيان ليها ولا ما كانش شي وصفه؟ الله يخليك دكتور. نعم عزيزه، شحال في العمر ديالك؟ 35. نعم واخا، شحال كان الوزن ديالك قبل؟ كان الوزن ديالي 62. نعم، ودابا نقصي الوزن ديالك ولا 60 دابا 60؟ نعم. ولا 60 واخا تمام ان شاء الله نجاوبك. ما كاينش شي مشكل صحي كتعاني منه عزيزه؟ عندي شويه لانيمي. نعم، اذا فقر الدم واخا نجاوبك ان شاء الله. شكرا لك عزيزه تواصلتي معنا. نتواصلوا هذه المره مع سعاد من مراكش معنا على الخط، هذه مده ما نخليوهاش تسنى اكثر. صباح الخير سعاد. صباح النور اختي كبيره، لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك سعاد. بارك الله فيك اختي. صباح الخير دكتور رمضاني. صباح النور لالا. كبيره سيدي لاباس؟ الحمد لله. عفا كان عندي واحد المشكل، دابا ولدت جوج الاولاد وخلاو لي الكرش، والولده الاخرى كاع بقات لي الكرش بزاف، وبزاف الناس قالوا لي على دخل التفاح وما زعمتش نديرو الصراحه، وبغيت شي وصفه الا كان ممكن. واخا نجاوبك كذلك سعاد ان شاء الله. شكرا لك، كنتي معنا من مدينه مراكش. السؤال ديال عزيزه وسعاد هو نفسه دكتور عبد الخالق الرمضاني بالنسبه للمشكل ديال الكرش، فكنعرفوا انه مشكل كيعانيو منه الكثير من السيدات، فمنهم اللي كتعاني منه من بعد الولاده، كاين كذلك سيدات ولا نساء اللي كتقول لك انا ما بان عندي هذا المشكل حتى نقص الوزن ديالي، حتى عملت واحد الريجيم او حميه قاسيه الوزن ديالي نقص ولكن بقى عندي المشكل في الكرش. بطبيعه الحال المساله اللي هي النتيجه اللي هي طبيعيه. علاش؟ لانه فاش كنديروا واحد الحميه راه بطبيعه الحال راه سابغين نقدروا نقصوا على حساب الحميه كيفاش درنا. ملي كنبغي نهضر على الحميه انا المصطلح ديال الحميه اللي كيكون عندها واحد الحميه، انا كنفضل دائما ذاك المصطلح ديال تعديل الطريقه ديال التغذيه، يعني لو غودريسمون اليمونتير كوريكسيون اليمونتير، يعني تصحيح بغيت نمشي في هذا الاتجاه، يعني غير الاقلاع على العادات السيئه، نبغي دائما المسائل تمشي في هذا الاتجاه هذا. حيت هو بطبيعه الحال الانسان فاش كينقص راه بطبيعه الحال كيبقى واحد البلايش اللي كتبقى مرخيه وداك الشيء. هنا علاش دائما كنركزوا على الاهميه ديال
التمارين الرياضيه اللي كتكون كتمشي مع الانسان يعني على حساب الجهد ديالو على حساب الصحه ديالو على حساب المعطيات البنيويه الفيزيك البنيه ديال الفيزيك ديالو القلب ديالو التنفس ديالو العمر ديالو يعني المسائل كامله خصنا ناخذها بعين الاعتبار واش يتمشى 30 دقيقه يدير واحد 30 دقيقه ديال 20 دقيقه ولا 45 دقيقه المهم دائما هذه المسائل اللي كتبقى مهمه باش كنحاربوا مثلا الكرش وحنا كنلاحظوا على ان الكرش علاش لانه كيكون واحد دوك العضلات كيكونوا كيترخوا اذا ضروري هنايا من واحد التمارين الرياضيه اللي كتكون موجهه لهذيك المنطقه بطبيعه الحال كيف ما كنعرفوا على انه ربما حتى لي غون سبورتيف فربما وقيلا ذاك اللحظه اللي ما كيبغيوهاش هي هذيك اللحظه اللي غادي يخدموا فيها مثلا الكرش ديالهم ولا الزابدومينو ديالهم وحنا كما كنعرفوا بحال مثلا دابا لي سبورتيف الرياضيين فاش كيكونوا في واحد المستوى كبير فشحال ما خدموا لي زابدومينو ديالهم شحال ما كيكون المستوى ديالهم احسن يعني ربما كيبقى واحد العضلات اللي كيبقاو مهمين وحنا يعني بعض المرات كتكون شي تمارين رياضيه اللي كتكون عاديه وبسيطه واللي الانسان كيقدر يتابعو كتعطينا واحد النتيجه مزيانه وهنا عاد فاش نقدروا نصاحبوها ببعض بعض النصائح هنايا بطبيعه الحال احسن حاجه اللي غادي تمشي في هذا الاتجاه هذا هي بعض الزيوت الاساسيه ربما الزيوت الاساسيه هنا في هذا الاتجاه كتعطي نتيجه أحسن. ولكن بطبيعه الحال كما ذكرت بلا ماشي بوحدها يعني ضروري تكون هذيك المسائل اللي حنا ذكرناها كامله وهنا نقدر كاقتراح ديال الزيوت الاساسيه الزيت الاساسي اللي حنا دائما كنذكروه هنا بالنسبه للسيدات لا سيرفياس كلاري او لا السلميه ثانيهم الجينيفريي او لا العرعر ثالثهم لو سيدغ دو لاطلس سيدغوس اتلانتيكا نقدروا نمشيو نعطيوهم حتى الرابع المونتا بيبيريتا ولا النعناع العبدي يعني كاينين لا سيبخي يعني هاد الزيوت الاساسيه هادي كامله نقدروا نستعمل منها واحد جوج واحد على الاقل واحد جوج لثلاثه مرات في الاسبوع كمساج اللي ولكن واحد المساج اللي كنحاولوا كندخلوا به هذيك الكميه انا ندير واحد الخليط بحكم لان الا استعملناه جوج مرات في الاسبوع فنمشيو بواحد الخليط ديال حتى 20 حتى 25 نقطه وكان بطبيعه الحال كندوبوها في شي زيت نباتي من الاحسن نديروا مثلا زيت ديال الخروع مع شي زيت ديال اللوز ولا زيت ديال الارغان ولا زيت ديال الزيتون كندوبوا فيه هاد الزيوت الاساسيه كنحركوا معاه حيت كيف ما ذكرنا في الزيوت الاساسيه في اغلبيتها ما كنستعملوهاش على على مخا يعني ما كنستعملوهاش بيغ وهنا الا استعملنا بيغ بطبيعه الحال فراح كاين من بين هاد الزيوت الاساسيه اللي ذكرت كاين منهم اللي هما الديرموكوستيك معنى انهم كيقدروا يحرقوا لنا البشره ووقع لنا كما وقع للاخت مع الخل ديال التفاح اللي استعملته الدرعان ديالها وعطاها هذيك ليغيتاسيون هنا يقدر يعطينا اكثر من هاد الحموضيه يعني هذه هي النصائح العامه اللي كنعطيو للسيدات بطبيعه الحال هنا دائما كنا واحد المره تطرقنا على انه مزيان ان السيدات يعني بدا الاستعداد ديال هذا المشكل هذا ديال انتفاخ ديال البطن باش يبدا الاستعداد ليه في وقت ديال الحباله بعد لي ماساج مثلا غير بالزيت ارغان بطبيعه الحال حيت واحد العدد كبير ديال الزيوت الاساسيه كتكون منوعه على السيده الحامله وحتى السيده المرضعه وهنا بطبيعه الحال كنتوجه للاخت عزيزه والاخت سعاد اللي كانوا يعني كانوا مرضعات فمن الاحسن انهم على الاقل الا كانوا الوقت اللي غادي يرضعوا الولد ديالهم ما يستعملوش هاد الزيوت الاساسيه إذا كانوا كيردعوهم فريكامون يعني كل ساعتين كل ثلاثة سوايع ولا أربعة سوايع في النصوع على أنهم يتسناو حتى ما يبقاش الرضاعة عاد فاش يستعملوا هاد الزيوت الأساسية أو لا إذا كانوا مثلا كاين الإمكانية ديال أنهم يردعوهم شي واحد ستة سوايع فهنايا كاين الإمكانية ديال أنهم يستعملوا خاصة أنهم غيقدروا يستعملوهم كيف ما ذكرت واحد جوج مرات في الأسبوع. واخا إذا سمحتي دكتور عبد الخالق رمضان هذه المرة نجاوبوا على السؤال ديال إلهام من مراكش اللي تواصلت معنا كذلك أم مختار وأم كوثر كيسولوا على كيفاش نحضروا خل تفاح الدار شنو هي الطريقه نعطوهم الطريقه اللي هي بسيطه واللي ما تجاوزش تقريبا واحد المده ديال شهر تقريبا شهر ونص بحال هكا الطريقه ديال الاستعمال ديالو انا بطبيعه الحال انا كنمشيو كنشريو التفاح كناخذوا التفاح اللي خصو يكون شويه مزيان يعني ما يكونش في الوقت ديال الاختيار ديالو ما يكونش مثلا فيه السوسه ما تكونش فيه ما يكونوش فيه ديك الحشرات اللي كتكون عالقه به يعني ونحاولوا إلا تأكدنا من المصدر ديالو على أنه بيو بطبيعة يعني ما فيش واحد الكيمياء اللي هي كثيرة حيت علاش قلت ما فيش واحد الكيمياء كثيرة لأنه صعيب دابا باش تلقى واحد الفاكهة اللي ما فيهاش الأدوية للأسف
اذا ملي كنعزلوهم بداك الشكل غير هنا اسمح لي دكتور عبد الخالق رمضانيش، من نوع ديال التفاح كتنصح به؟ كنعرفوا التفاح ما شاء الله اشكال والوان كذلك. انا جميع الانواع ديال التفاح كتعطينا نفس الطريقه، نفس يعني المنتوج كتعطينا نفس. التفاح احمر او اخضر؟ ابيض اخضر يعني اي اللي موجود عندنا. ملي كنمشيو من الاحسن انا هنا كنصح على انه يتم الغسل ديالو مزيان، ومن بعد التنشاف ديالو في واحد البوطه، في واحد الفوطه ولا واحد فواحد شي زيف اللي كيكون رقي باش ما تبقاش فيه كاع الريحه ديال الماء. من بعد كنقطعوه، نقطعوه واحد الطروفه بالقشور ديالو، بالقشور ديالو بكل شيء اللي كنقطعوه واحد الطروفه كبار. من بعد كنديروه في واحد الاناء. انا كنفضل على انه يكون واحد الاناء مثلا اللي هو من واحد المعدن اللي هو مزيان مثلا، وكنديروه ويكون عنده الفم ديالو كبير، يعني فحال شكل مثلا ديال دوك لي سوف بحال شكل ديال سطيل مثلا، ويكون شويه كبير باش الفم ديالو كيكون شويه كثير. والفوق منه كنغطيوه بواحد مثلا الزيف ديال حياتي. علاش؟ لانه باش يبقى كذلك واحد شويه ديال التهويه بحال هكا، باش نكون عندنا يعني باش تكون واحد داك العمليه ديال التخمار اللي خاصها تكون، باش تكون عندنا بواحد الطريقه اللي هي سريعه. انا عاد باش نسرعوها من بعد منها كنشدوا هذه من الاحسن ان احنا نحطوه في واحد المنطقه اللي كتكون ماشي مباشره معرضه للشمس، ولكن منطقه تكون سخونه مثلا بالنسبه للناس اللي عندهم بيوت في السطح. فهنايا كيبقى هذاك هو احسن بلاصه هنا باش نسرعوا، احسن منطقه يقدروا يحطوه فيها. وكينساوه بهذاك الشكل، كينساوه واحد المده ديال تقريبا واحد شهر كيف ما ذكرت. يقدروا مره مره يحركوه واحد التحريكه بسيطه يعني غير خفيفه بلا ما يحلوه. من بعد فاش كذاك الشهر راه كتكون فوق منه واحد لاكوش، كنشدوه واحد زيف حياتي اللي هو نقي، وكنخويو فيه هذاك وكنعصرو، كنحصلوا هنا على الزيت على الخل ديال التفاح بواحد الشكل اللي هو طبيعي. نعم. واللي هو نقي ويعني وما مصاب على يدينا يعني، وحتى الوقت ديالو سريع. وهنا هاد الا حطينا هنا كذلك كنصح على انه واخا هكاك مزيان ان احنا نحافظوا عليه في الثلاجه. وهنا بهذه الامكانيه هذه يقدر يبقى عندنا في الدار ديالنا، الاستعمال ديالو يبقى يمشي حتى العام، حتى المده ديال سنه، مده الصلاحيه ديالو الا صيبناه بهذه الطريقه في الدار. نعم، حنا راجعين دائما باش نوصلوا حلقه اليوم في برنامجكم صحه وسلامه مع الدكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. فصل دائما على ميد راديو لقاءنا متواصل مع كل اوفياء في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه بحضور الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. اما ارقام التواصل معنا دائما وحنا موضوعنا اليوم على خل التفاح، فيمكن لكم التواصل معنا عن طريق رقم 5080، هو رقم من اجل التواصل معنا عبر الرسائل الاس ام اس. فاول رساله اللي غادي تبعثوا بها ما تنساوش تكتبوا كلمه صحه اس اش ا، كتخلوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080، والا ارقامنا الهاتفيه اللي هي دائما 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 43 00 09. لكل الناس طبعا اللي بغاو يتواصلوا معنا. فمعنا اس ام اس هذه المره دكتور عبد الخالق الرمضاني من عند فاطمه. فاطمه كتقول انا في العمر ديالي 47 سنه عندي مشكل ديال طونسيون دائما كيطلع، بغيت نسول دكتور عبد الخالق واش ما كاينش تخوف لو استعملت خل التفاح الناس اللي عندهم ضغط الدم كيرت مرتفع؟ ضغط الدم مرتفع ما تبينش، ما كاين في الدم يعني انه كاين شي تعارض معه. يعني هو كما ذكرت انا غير هذوك لي فيرتو يعني الاستعمالات ديالو مثلا بعض المرات كنستعملوه احنا في بعض الاطباق ديالنا، وهنا مزيان انه ديجا حتى بالنسبه للناس مثلا كيبغيو مثلا يتبعوا دي ريجيم خاصه ملي كيبغيو باش ينقصوا من الملح، فربما وقيله كيبقى خل التفاح واحد الاختيار اللي هو مزيان. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتبعوا واحد الحميه بواحد الشكل اللي كتكون اللي حميه مزيانه، وكيبغيو شي حاجه اللي كت تهز داك المذاق يعني كيغوليف داك لوكو ديال لي مي ديال لي بلا اللي كناكلوهم. فبطبيعه الحال لان هنا كاين ننصحوهم باش يستعملوا هاد الخل. كذلك كيف ما ذكرت قبيله على دوك لي ماساج، فهنايا كذلك كنقدروا نضيفوا لهم واحد الكميه اللي هي بسيطه ديال خل ديال التفاح كاريمون لهذوك لي ماساج. هضرنا المرات الاخيره هضرنا على لي زويل اسونسييل اللي هما معروف عليهم على انهم مضادين للالتهاب، خاصه ملي كتكون فيهم بين المكونات ديالهم كيكونوا الجلديد. هنا كنعطينا واحد العدد كبير ديال الامثله، عطينا مثلا لوغومارا، كنعطينا ازير، كنعطينا كذلك الخزامه، كنعطينا الويزا، وقيل هذو الثلاثي اللي
كنا عطينا واحد المره في واحد واحد في واحد الوصفه اللي هي مضاده للالتهاب، فهنا كنقدروا نضيفوا لها واحد الكميه اللي هي واخا قليله ديال خديل التفاح اللي كتزيد كتعاونها. يعني ها حنا في واحد المسائل اللي هي اللي هي بسيطه واللي ما فيها اي تخوف. يعني الخل ديال التفاح كيف ما ذكرت فهو يقدر يمشي يبقى حاضر في واحد المصاحبات غير ما هو نساو هذوك لي فيرتو ولا هذوك لي ديك المسائل اللي هي كثيره كنلقاوها مذكوره عليه، الجهاز الهضمي، الكوليسترول، الداء السكري، مشاكل القلب والشرايين. يعني كنلقى واحد العدد كبير ديال الغازات في الامعاء، يعني واحد العدد كبير ديال المشاكل الصحيه اللي كنلقاوه كيعالج وما بدون يعني فاش كنقلبوا على السند العلمي ما كنلقاوش. نعم نتواصلوا هذه المره مع المستمع الكريم عبد الفتاح معنا من اسفي. صباح الخير عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله عبد الفتاح. تحيه لك وتحيه للدكتور وتحيه لجميع الطاقم وكيسلموا عليكم الناس ديال دار قيس في عيسى. اهلا وسهلا عبد الفتاح، مرحبا بك. وعادي جوج ديال الاسئله. السؤال الاول. نعم. مرحبا سعفت. هما هنايا كناكلوا الحلبه. اييه. واش كنبغوا باش ما نبغوش تخرج في العرق؟ لا هي ولا الثومه كناكلوهم باش ما نبغوش يخرجوا في العرق. كنديروا الخل تاع التفاح شويه مع الماء وكنشربوه باش هذيك الريحه ما تخرج. اييه واخا الريحه كيخلصها هو الخل ديال التفاح، كيحيد هذه الريحه ديال الحلبه ولا ديال الثومه ما كتبقاش عندك تخرج مع العرق. واخا وشنو هو السؤال ديالك الثاني عبد الفتاح؟ السؤال الثاني بغيت تكلموا لي على جوج ديال المنتوجات اللي هنا في المنطقه، الترفاس والكبار. نعم الكبار كنتذكر ما كنا خصصنا لي حلقه معك دكتور عبد الخالق الرمضاني، ولكن علاش لا ربما نبرمجوه في حلقه اخرى ان شاء الله من برنامج صحه وسلامه. شكرا لك عبد الفتاح، كنتي معنا من اسفي وتحيه لكل المستمعين الكرام الاوفياء فين ما كانوا الاوفياء ديال ماد غاديو. المساله ديال انه خل تفاح، ودائما كنرجعوا للمساله ديال التجربه كيف ما شرتي لها في البدايه ديال الحلقه دكتور عبد الخالق الرمضاني. عبد الفتاح دابا كيقولوا في المنطقه ديالهم لما كيعملوا مثلا شي شهيوه ولا شي حاجه اللي فيها الحلبه مع الثومه كثيره باش كيمنعوا ديك الرائحه ديال الحلبه ولا الثومه تخرج مع العرق كياخذوا خل تفاح. هنا في كاين واحد العدد كبير ديال التقنيات ديال الطبخ ديال التوجات ديال التغذيه كتختلف من منطقه لاخرى. بطبيعه الحال هذه مساله اللي تاهي كاينه، يعني هذه حقيقه هو انه فعلا يعني اللي بغيتي تنقص من واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كيكون الرائحه ديالها مجهده من قبيل مثلا الحلبه، الا كثرنا منها عارفين انه كتقدر تعطينا روائح او لا حتى الثوم، فهنايا الخل ديال التفاح فعلا كينقص من هذيك ديك الرائحه ديالها الكثيره، كيف ما كاين اعشاب طبيه اخرى اللي كنقدروا نستعملوها في هذا الاتجاه واللي حتى هي كتنفعنا. فيما يخص وقيله الكبار والترفاس فاحنا كنا تطرقنا لهم وذكرنا على ان ربما المغرب فهو من بين اول المنتجين ديال هذه الماده هذه، ولكن للاسف واحد الكميه اللي كتجاوز واحد 90% فكامله كتمشي كتصدر، يعني علما بانه القيمه الغذائيه ديالو فراه هي مهمه بزاف وحنا كنا تطرقنا لها. كذلك فيما يخص الترفاس فهو كذلك اللي هو للاسف ما نظنش واش هذه السنه غادي يكون واجد بحكم التساقطات، ما كانش في ذاك المستوى اللي كيبغيها الترفاس، او ربما يقدر يكون بالنسبه للمناطق بحال حبده بحال الرباط. بالنسبه للشرق ما عرفتش كيفاش كانت التساقطات، بالجنوب عرفت بلا ما غاديش تكون المنتوج هذا العام ديال الترفاس كاين، ولكن القيمة الغذائية ديالو فهي راه بطبيعة الحال لأنه مرتفعة بزاف، يعني كيعطينا واحد العدد كبير ديال المكونات، كيعطينا واحد العدد كبير من بين المكونات اللي كيعطينا بعض الأحماض الأمينية اللي كتجاوز حتى الخضر والفواكه الأخرى اللي كتكون، يعني كان فيها شي أحماض أمينية اللي كنلقاوها اللي قريبة الأحماض الأمينية اللي كنلقاوها عند المنتوجات الحيوانية، يعني القيمة الغذائية ديال هاد جوج المكونات هادو فهو ممتازين بزاف. نعم، معنا اس ام اس من عند ليلى. ليلى كتقول انا في العمر ديالي 29 سنه، الشعر ديالي طويل بزاف، انا خليته على الطول ديالو ورطب، ولكن عندي مشكل انه ميدم بزاف وفيه القشره، كنستعمل خل التفاح في التشلال، واش نواظب عليه او لا نوقفه؟ هنا ما كرهتش نعاود نطرح عليها السؤال نقول لها شنو النتيجه اللي عطاك؟ حيت هو فعلا هو واحد العدد كبير ديال الناس اللي فعلا كينقص لهم الكميه ديال خاصه ملي كتكون ديك الدهنيه. حنا عطيناهم المره اللي فاتت واحد المساله اللي هي فعلا مجربه واللي فعلا كتستعمل دابا ولات اهوتو لها حتى في بعض الماركات العالميه اللي كيستعملوا بعض المستخلصات ديال بعض الاعشاب الطبيه، من بينهم مثلا انه من في ذاك الماء ديال التشلال يكون فيه واحد الكميه، يعني نقدروا نستعملوا بعض الزيوت النباتيه مع زيوت
زيوت اساسيه خاصه زيت ديال الازير الاساسي ديال الازير ولا ديال الزعتر، اولا هذاك الماء ديال التشلال يكون واحد المرقد ولا يكون واحد الانفيزيون ديال الزعتر اولا ديال الازير، فهو حتى هو كيوافق مزيان هذه النوعيه هذه ديال الشعر. وهذه مساله اللي كنا وقيل تطرقنا لها في حلقات سابقه. اذا هي طريقه سهله نختاروا اما الزعتر كيف ما قلتي كنعطيها نتيجه مزيانه، فهو اني با اغريسيف بالنسبه للشعر. هذه المساله المعلومه ما كينشفش الشعر على حسب انايا كما ذكرنا واحد العدد كبير ديال التجارب، فذكرت المشكل اللي كاين قبيله ديال المعده. ما عرفناش علاش واحد العدد ديال الناس كيقدر يعطيهم مثلا عندهم الحموضه ديال المعده، الا عطيناهم الخل ديال التفاح فراه كيبرد عليهم شويه ذاك الحموضه، والعكس كاين ناس اخرين اللي خداوه فهم بالعكس كيعانيوا من كتزاد عندهم ديك الحموضه. اذا هنايا على حسب الحاله ديال كل شخص يعني سي دو كاباك. نعم، وغير بالنسبه لي باش نوضحوا ليها اكثر، فبالنسبه للزعتر الا بغا تضيفوا مع الماء ديال التشلال كيكفي كتاخذ واحد الكميه ديال الزعتر بحال مثلا حفنه ديال الزعتر، كتخوي عليها الماء طايب او المغلي، كتخليه حتى كيطلق في ذاك الماء وكتصفيه، من بعد كتاخذي غير ذاك الماء اللي طلق فيه الزعتر او العشبه اللي انت اختاريتي، وكتضيفيها لذاك الماء الاخير اللي غتشلي به الشعر ديالك باش كينقص من الافرازات الدهنيه وكتخلصي من المشكل ديال الشعر الدهني. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، موعدنا معك ان شاء الله الاسبوع المقبل. شكرا لك. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. في الحلقه ديال غدا لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم في الاعداد والتقديم ومجدولين على الملا ادريسي اللي رفقتني في الاخراج. صبيحه سعيده، الى اللقاء.